أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، معنا مزاج جميل من نماذج تحدي الإعاقة. صديقتنا الجميلة مصابة بالشلل في أحد الساقين، بتستخدم جهاز تعويضي أو جهاز تقوي للساق المصاب بالشلل. صديقتنا الجميلة بتتمتع بقدر كبير من الجمال والذكاء وقوة الإرادة اللي بيهم بتتحدى كل صعب. صديقتنا الجميلة رفضت الاستسلام للإعاقة وبتواجهها بكل شجاعة. قوة إرادتها وعزيمتها قدرت تتغلب عليها وقدرت تعيش حياتها رغم آلامها ومعاناتها. أصدقائنا من ذوي الإرادة بقوة إرادتهم وعزيمتهم قادرين على مواجهة كل التحديات والصعوبات بإرادتهم القوية وإصرارهم على النجاح رغم كل الصعوبات والآلام. بقوة إرادتهم وعزيمتهم قادرين على إنهم يعيشوا حياة شبه طبيعية. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين ولكن باختلاف.